مشارك في الحملة هذية على في الجروب اللي عملته هذية وفي الحملة هذية اللي بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي وقاعدة يوم على يوم تكبر وقاعدة ظهر لي ماشية بدأت من منتوج معين ماشية تتواصل منتوج آخر. دونك شفنا تفاعل كبير من العباد وشفنا عدد المشاركين والناس كيفاش تبارتاجي وتشارك في كل تدوينة تهبط على الباج هذية ولا الجروب هذية. هذاك علاش حبينا نحكيوا أكثر على الحملة هذية، كيفاش بدأت، كيفاش تم التنسيق، كيفاش قاعدة، وين وصلت العملية، وشنو ما زالت باش تزيد تقاطع أكثر من هكا. هذاك علاش اتصلنا بأحد منظمات هذه الحملة، معنا مدام نوال يعقوبي. مرحبا بك مدام نوال. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو مات. شكرا لك مدام نوال. دونك اول حاجه الساعه ظهر لي صي فتوا المليون مشارك في الحمله هذه. اي الحمد لله فتنا قريب شنو اللي هو مليون و100 ألف. باه تري بيان، هي البرشا قاعده النسق يزيد بسرعه للمشاركه في الحمله هذه. دونك خلينا نحكيوا على الفكره من الاول، كيفاش بديت ومنين وشنو اللي حاجه كيما نقولوا احنا فيضت الكاس خليت اليوم تتحركوا وتعملوا هالحمله المقاطعه. احنا تقريبا حملات المقاطعه معناها المبادره نتاع حمله مقاطعه نسمعوا بها قبل وصارت حملات مقاطعه ولكن ما وصلتش للنجاح اللي وصلت له الحمله هذه، خلينا نقولوا على الاقل مبدئيا على مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه منين بدات الفكره باللول وكيفاش نسقتوا ونظمتوا انتوما رواحكم في تنظيم الحمله هذه وكيفاش بدات الفكره من اللول بالكل؟ الفكرة بدأت من عند مواطنة تونسية نشكروها برشا، مدام مريم القصوري، كانت مجرد حلمة وجسدتها في جروب على المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. لقات إقبال كبير ياسر، إقبال ما كناش نتصوروه. كنت من أول الناس اللي موجودين مع مريم، معنا زادة مدام سونيا الزواجي من القائمين على نجم نقولوا على المشروع الصغير هذايا. كانت مجموعة من الناس، مجموعة من المواطنين التونسيين اجتمعوا بكل طواعية، حبوا الفكرة، والحمد لله بدينا نشوفوا فيها تتجسد على أرض الواقع. ولكن انت قلت لي توا اللي في بلدان اخرين ما لقاتش نتائج كما اللي قاعدين نشوفوا فيها توا. مش في بلدان اخرين، قلت في تونس معناها صارت قبل مثلا منظمه دفاع المستهلك غيره من المنظمات اللي هي اطلقوا حملات ودعاوا لحملات مقاطعه لكن ما نجحتش كما الحمله هذه. ولكن الحمله هذه هي حمله ياسر عفويه جايه من قلب الشعب. جوستومون هذاك علاش من قلب الشعب، وكما يقولوا احنا من ما يحس بالجمره كان اللي يعفس عليها، كان اللي يعفس عليها. جوستومون معناها الهدف الهدف نتاعنا من الحمله هذه هو نشر، اولا نشر ثقافه المقاطعه، اي التخلي والاستغناء عن كل ماده استهلاكيه ارتفع سعرها. مش بالذمه احنا توا نقاطعوا في والبنان، هذا كحمله اولى وما زلنا باش نقاطعوا دوتر برودوي. الثقافه هذه كان نطبقوها هي في الاصل حماية للمستهلك، يعني أنه هذه المقاطعة تدعو إلى تحسين مستوى عيش المواطن التونسي بدرجة أولى، تعميم الوعي زاد. نعم نشر ثقافة المقاطعة هو لازم سلة من الشعب الواعي. حتى مع ارتفاع جل أسعار المواد الاستهلاكية أصبح المواطن يعيش في حالة من الإرهاق المادي، هو الخاسر الناس كل تعبة. وبالتالي المقاطعة هي الحل، هي الحق الشرعي لكل مواطن، لكل واحد فينا. دونك نقاطعوا كل ما من شأنه أنه يمس مكتوب التونسي وكل ما من شأنه أنه يمس القدرة الشرائية. نجم نقول زيدا اللي المقاطعة هي أسلوب احتجاج حضاري بيان سور، هي تضامن شعبي. مدام نوال جوست توا مثلا بعض التعليقات ولا الحاجه اللي تخوف منها مثلا اللي تابع في الحمله هذه يقول لك نخاف لا تقعد الحمله المقاطعه هذه حد الفيسبوك، حد مواقع التواصل الاجتماعي. التونسي وقت اللي يهبط السوق يضعف قدام الحاجه، خاصه كي نحكيو احنا مثلا على بطاطا، ظهر لي معناش حتى ماكله تقريبا جل الماكله التونسيه مطيبه بالبطاطا. دونك لهنا انتم على شنو تعملوا ولا لاحظتوش مثلا شفتوش في الاسواق الاسواق قاعده تاثير نتاعها الحمله هذه يصير؟ معناها مش كان معناها الضغط والا الدعوه الى المقاطعه
تجاوزت الفيسبوك وشملت الأرض الواقع. معناها التونسي كيمشي للمرشي يقاطع معناها بالكلمة وبالفم والملاك نقولوا احنا. اي المقاطعة هي كما قلت انت من الأول هي حاجة جديدة علينا. احنا قاعدين ننشروا نحبوا الناس تقتنع بالمقاطعة، خاطر هي مقاطعة عقلية. صحيح. ولازمها عزيمة، لازمها صبر، لازمها التزام، وخاصة استمرارية. مش معناها احنا نحاول ننشر الفكرة هذه، نعطيو ما عندنا. ثم برشا ناس موجودين ما شاء الله عليهم معنا في الجروب، برشا ناس واعية، برشا ناس تشجع فينا. لازمنا نتعاونوا الناس الكل وكلنا يد واحدة باش ننشروا الثقافة هذه. وكنت وحده نجموا نعملوا قوة، نجموا نكونوا نمثلوا ضغط، تأثروا على برشا نأثروا بالطبيعة. نجموا نأثروا ونجموا نكونوا ضغط على المحتكرين اللي قاعدين يضروا في المستهلك ويضروا زادة في التاجر. سنين مضرورين، مش واحد برك. والناس توا ثم شريحة كبيرة اللي هي مقتنعة بالفكرة وتشجع في الفكرة وقاعدة تطبق فيها. وقاعدين نشوفوا الأسوان بدأت تتيح متاع البطاطا ومتاع البنان، وقاعدين ثم برشا ناس قاعدة تعمل محلاهم، قاعدين يعملوا في عمل الميداني، قاعدين يبعثوا لنا في تصور تصور متاع البطاطا اللي فازدة. كيفاش السوم قبل وسوم توا؟ مقارنة السوم قبل وسوم توا، مقارنة صحيح يوري فينا كيفاش السلع قاعدة تفسد. البطاطا قاعدة تتعدى علفة للزويل، معناها طران قاعدة تفسد. الضغط يجي الضغط يجي صحيح الضغط يجي. انتوما توا بديتوا بالبطاطا وبالبنان، هذوما اللي شفنا كما قلت الاسواق نتاعهم قاعده تتراجع. ثم توا زاد نداءات ما اخترناهمش احنا، راه اخترناهمش احنا، المواطن هو اللي اختار. لا احنا ديجا لهنا معناها التشكيات نتاع السوم نتاع البطاطا بدا معناها عنده مده. احنا كل يوم نتبعوا في المرشي ودورتنا في المرشي نشوفوا المواطن فوالا يتشكى من سوم البطاطا. وديجا توا ولا ثم معناها ممارسات زاده غير قانونيه، بيع مشروط، يقول لك من تشري الطماطم والفلفل كان ما تشري البطاطا، دونك يولي يزيد يضغط اكثر على المواطن. انتم بديتوا اللي فما نعرف اللي فما فئه من الشعب كي تقول له بيع مشروط يقول لك لا ما نشريش. جوستومون احنا هذا الوعي، احنا معولين على وعي تونسي، وعي هذه الفئه المثقفه اللي ما تحبش حتى حد يتحكم فيها ولا يستغنى من مكتوبها. هي البرشة. تو انتم بديتوا كما قلت بالبطاطا والبنان، بديت تعطي المفعول الحملة هذه. ثم نداءات جاية توا يحكيوا عبيد على زقوقو، قريب وقت الزقوقو. ثم ناس تحكي زادك على بضاعة أخرى قاعدة تطلع السوم نتاعها، كما طماطم مثلا زاد السوم نتاعو قاعد يطلع. دونك ماشية الحملة مكملة في الموضوع هذايا. ثم معناها مواد معينة بذاتها مثلا هو معناها الحملة باهية، ولكن حملة زادة ما لازمهاش تكون مفتوحة برشا باش المواطن يعرف شنو يحدث. بديتوا البطاطا والبنان باهي، ثم مواد اخرى توا قاعدين تخموا باش كيف زاد تكملوا الحمله فيها، والا باش تخليوها مفتوحه لاي ماده تكون الاسواق نتاعها غاليه للمقاطعه، تدعو من المقاطعه. كيفاش تكون السياسه نتاعكم؟ يعني ما فماش مقاطعه مفتوحه. احنا المقاطعه الاولى، الحمله الاولى اللي هي اشتاك خليه يخمش، كانت على البنان وعلى البطاطا. قدره ربي باش نعاودوا نعملوا سونداج باش نحطوا اربع مواد اخرين. الناس باش تفوتي، واكثر ماده مزوز مواد باش يكونوا عليهم اكثر تصويت هما اللي باش يتحطوا في الحمله الجديده. نجم يكون الزبوب، نجم تكون اللحوم الحمراء، نجم يكون البيض. احنا باش ناخذوا المقترحات نتاع الناس الموجودين معنا في الجروب جوستومون، واللي هما بيدهم يعانيوا، هما اللي بيدهم يحسوا اكثر الموضوع هذا. الكل تعاني، انا نعاني وانت تعاني، وما عادش فما توا ناس فقراء وناس متوسطين. وليت ظهر لي كلها الطبقات كلها ولات عايشه في نفس المستوى. الناس الكل صعبت عليها العيشه. صحيح صحيح. دونك الجانب الكبير هو الجانب نتاع الوعي، واحنا نعرفوا الشعب التونسي واعي راه جوست. نعم. اعطيوهم انتم المساحه، الحديث بطبيعه للسياسيين وغير، اعطيوهم المساحه، راهو الناس واعيه. بوتيتخ راهو الحمله هذه، وانا متاكده اللي ما عملتوش وزاره التجاره عندها سنين توا في مواجهه الناس هذوما القشاره والمحتكرين هذوما، واللي ما نجموش تعملوه حتى سلطه بطبيعه اخرى مختصه في الموضوع هذايا،
تنجم الحملة هذه والوعي متاع التونسي يعملوا والحملة ماشية وتزيد يوم على يوم قاعدة تكبر وقاعد المبغى يزيدوا. والحاجة الباهية أنه حتى كي دخلت للجروب متاعكم وشفت أنا ديجا معاكم موجودة في الحملة هذه معناها التونسي ما تعبش, كل 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 تصويرة تهبط ولا كل ستاتيو تكتب تلقى النومبر كبير متاع البرتاج وتلقى الجيمات وتلقى لعبيد كبير. ولا هذه الحاجة الباهية معناها فما التفاعل كبير, والتفاعل هو هذاك اللي يسدي شجعنا, هذاك التفاعل اللي يزيد يدعمنا خلينا نقدمه. احنا توا اكثر من مليون مشترك ونقول لهم راهو بالحق ما شاء الله عليكم, شعب فئة من الشعب المثقف الواعي اللي بالنسبة ليه أمر عادي شعب تونسي شعب الديمقراطية والحرية, مش باش تصعب عليه انه يقاطع مادة استهلاكية الناس قاعدين يستغلوا فيه. فوالا لازمنا نقاطعوا لغلاء باش نعيشوا بالكدا. فوالا هذاك هو النجم ونختمه كان بالكلمة هذه وبشعار الحملة هذه قاطع الغلاء تعيش بالكدا. بالتوفيق لكم مدام نوال. بربي نحب نزيد حاجة أخرى مهمة بالنسبة لنا احنا, راهو الجروب نديانا ما عنده حتى علاقة حزبية ولا حتى انتماء, ما عندنا حتى علاقة بمنظمات حقوقية ولا بأي جهة سياسية. معناها الناس اللي يحبوا يبعثوا لنا دي بيبليكاسيون على توسكي أحزاب لازم يستغلوا الفرصة لازم نستغلال متاع الفرصة ذي, معناها ما ثماش تتعدى مناسبة كيف من هكا وما تصيرش فيها الاغتنام الفرص كيف من هكا, يحبوا فرصة يدخلوا فيه السياسة. احنا رانا خذينا ثنية واحدة وعندنا خط واحد ماناش باش ننحادوا عليه, رانا ما عندنا حتى علاقة بالسياسة وما عندنا حتى علاقة بالأحزاب. أرجوكم خليونا نكملوا في المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة. تري بيان, بالتوفيق لكم مدام نوال ونعمل على الفرصة اللي عطيتها لنا باش نظهر معاكم في راديو مات. مرحبا, واحنا ديجا معاكم قاطعين, احنا زي ديجا لهنا انا واحدة من الناس بديت في المقاطعة. انا بيدي البنان لا ناكلو لا نحبو, البطاطا استغنيت عليها ومستعدة زادك في الايامات الجاية كل المواد اللي تحطوها عشان نقاطعوا معاكم. هذه انا بطبيعة وكلنا مواطنين توانسة ممسوسين في جيوبنا كيفنا كيف الناس الكل. بالتوفيق لكم وان شاء الله يا ربي الحملات هذه ديما نلقاوها ونعملوا برشا على الوعي متاع التونسي فيما يتعلق بإنقاذ روحه, وراه في الأخر هو المضرور وهو اللي نجم يصلح الأمور الكلها. ديما القرار الأول والأخير في يد المواطن, لا حد أحد ولا أي جهة غير المواطن التونسي عنده التأثير الكبير والمباشر في أي مجال, ما نحكي وش كان هنا في الحملة هذه في أي مجال آخر. ديما الكلمة الأولى والأخيرة بطبيعة للتونسي نعمله على الوعي متاعو. شكرا لك مرة أخرى مدام نوال يعقوبي عضوة عن الحملة هذه اللي أطلقت حملة قطع الأغلاء وعيش بالقدام. تسويت شوي آخر بطبيعة جيكم.